اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا محمد. الحلقة النهاردة كلها مشاعر جميلة جدا وسعيدة جدا ان معايا رانيا ونور. اهلا يا رانيا، ازيك يا نور؟ اهلا يا مها، حلقة جميلة ومبسوطة ان انتم معايا فيها. كل سنة وانتي بجد طيبة، كل سنة وانتم وكل طيبين. الأمة الإسلامية يا طيبة، رب يا رب خير علينا كل جميعا. سنة وانتم طيبين. طبعا انتم عارفين النهاردة هنتكلم عن أخلاق الرسول، عشان كتير جدا كتير جدا مننا بيتبع خطى الرسول في الدقن وفي الحاجات اللي هي الظاهرية أكتر. إزاي نتبع خطى الرسول وأخلاقه الكريمة؟ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان فيه كل الصفات الحلوة، كان فيه صفات جميلة كتيرة جدا جدا. رانيا ابتدي وقول لنا إيه من صفات الرسول اللي شايفة إن إحنا مفروض في الزمان ده إن إحنا يعني كلنا نحتذي به ونمشي على خطاه. بصي يا ما، انا هبتدي الاول واقول ان انما الدين والمعامله. انا لما باجي اتعامل مع حد، احسن المؤمنين هم اللي بيبقى عندهم كرم الاخلاق، ومن احسن الصفات اللي تحلى بها رسول الله عليه الصلاه والسلام هي التسامح. لان احنا شايفين دلوقتي حتى في البيت في الشغل الناس كلها مش هاديه كده. ايه يعني يا ستي لما تسامحيني واسامحك، ايه المشكله؟ مش هاديه كده زي ما بتقولي، إيه فعلا جمله صح جدا. يا ستي عدي عدي الموضوع، ما يجراش حاجه. يعني حتى لما انا اتحلى بصفه من صفات الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني ابقى حتى سعيده، ابقى مبسوطه، ببص لنفسي كده وانا مبسوطه يا نور. صح، والواحد بيحس براحه نفسيه، بيحس ان هو فعلا عمل حاجه. يعني هي لو بقت جزء فعلا من اخلاقنا هنبقى احنا ماشيين على السنه، وفي نفس الوقت قادرين نراضي ربنا ونراضي الناس كمان اللي حوالينا. الواحد لما بيبقى عنده تسامح هو شخصيا كمان بيستريح، مش بس الناس اللي حواليه، وبيدي زي ما رانيا قالت كده صوره حلوه عن ديننا وعن سماحه ديننا وعن كرم اخلاق ديننا. رسول العدل الكريم طبعا، اللي بيعامل السيدات في منتهى الرقة. صح، يعني التواضع والتواضع. ولو قعدنا نعدد في الصفات الحقيقة مش عارفة نقول ايه ولا ايه ولا ايه. حكايات كتير قوي بقى عن قوي. الرسول لما كان بيعامل زوجاته يعني وعليه الصلاة والسلام يعني، وكان يبقى راجع من الغزوات يا نور ولازم ان هو يطبطب عليها ويكلمها وكان بيعامل ستاته معاملة حلوة. فبرضه هنرجع برضه للمعاملة، ان انا ابقى يعني متواضع. حتى التواضع، التواضع ده رسول الله، يعني اللي اسمه مكتوب على عرش ربنا. وايه التواضع ده؟ ايه الجمال ده؟ لما بفكر في حاجة الحقيقة الواحد جسمه بيقشعر بحقيقي. لما تشوفي قد ايه هو كان جميل وقد ايه كان متسامح، ومتسامح مع مين؟ مش مع اللي بيحبهم، متسامح مع الاعداء. يعني هو متسامح مع الناس اللي مفترض ان هو يبقى يعني يكن لهم العداء، او هم بيكنوا له العداء، فبالتالي هو بيرد بالمثل. هو عمره ما كان بيرد بالمثل. ويعني القصص كتيره جدا. واكيد النهارده معانا دكتوره امنه نصير، استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر. الحقيقه هتقول لنا على حاجات كتير قوي 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 جميله في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم.